السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ شويه الرسومات اللي احنا هنبدا نرسمها دلوقتي من اول فيديو احنا نازلين في السلسله بتاعت الكورس الهندسي. فكل الرسومات دي رسومات مبدئيه عشان تعرفنا ازاي نقدر ننقل الرسومات على اللوحه بتاعتنا ونفهم الابعاد ونعرف نعمل الدوائر. دي رسومات بسيطه زي مقدمه كل الجامعات بتاخدها في الاول، حاجات بسيطه زي دي. بتبدا اي دكتور يديك رسمات زي دي في اول سيكشن واثنين، وبعد كده تبدا بقى تخش ايه في الرسم الهندسي وعمليات المقاس وكده. يلا بينا نبدا. السلام عليكم ازيكم يا شباب. مثال بسيط جدا اهوت، يعني ما فيهوش حاجه. المثال ده هو عادي 60، في الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده 50 وده 60، ده 65 وده 50. بص يا باشا، الارتفاع ده 60، العرض ده 60 والارتفاع ده 50، هي باينه بالنظر اصلا. يبقى ادي 70 وادي 50، ادي 50. انا زي كل مثال كنت بحله معاك البرواز نعمله، وبعد كده كل حاجه امرها بسيط. ماشي يا باشا. بعد كده هو جه هنا عامل لك ايه؟ راح جاي من هنا اول حاجه السنتر لاين بتاعك، طبعا ما ننساوش ال 60 نصها 30. ماشي، واروح جاي عامل النص داير بتاعتك اللي هي هنا دي كده، طيب عملت النص داير دي. بعد كده عامل لك تاني انك تتركز هنا فيها وتعمل القوس الخارجي ده. ماشي يا باشا. ايوه فين المثال بقى اللي هنحله؟ ايوه عايز اعرف فين المثال اللي هنحله. مغزى الرجال، اعمل خط زي كده هنا. الخط ده المفروض خطوط عامل ما يتعملش اصلا، بس ماشي اعمل اهو. انا مش عارف فين المثال. سلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. لو حد عنده رسمه عايز يبعتها لي يبعتها لي على التليجرام او على رقمي او على البيج بتاعي اللي هو هندساوي على الفيسبوك. تمام، اشوفكم ان شاء الله.